لضيوفنا المميزين اللي دائما نختار كل المواضيع القريبه من الاسئله اللي دائما تطلبوها من عندنا. اليوم راح نحكي عن التهاب الجيوب بالانفيه المزمن، شلون راح نتخلص منها، شلون هي طرق العلاج وشنو هي اسبابها، واحنا نعرف انه يعتبر الانف هو العضو الابرز دائما في وجه الانسان، وايضا الى جانب الاهميه، خلينا نقول الاهميه الجماليه للانف، وظيفته في الجهاز التنفسي مهما جدا، وهو ايضا اليوم يعمل على اختيار وتصفية واستنشاق الأكسجين. اليوم خنشوف شنو معالجته بناء إلى حاجته. أيضا الأنف اللي يتعرض إلى عدة إصابات، من هاي الإصابات أمراض اللي هي رح نحكي عنها اليوم، الأمراض المزمنة اللي هي جيوب الأنفية، شلون رح نقدر نتخلص عنها. كل هاي رح يجي أكيد الدكتور محمد مؤيد النعيمي، اختصاص طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، راح يجاوبكم على كل الأسئلة اللي تريدوها. الأرقام راح تكون متاحة للجميع. يسعد صباحك يا دكتور. أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ أهلا وسهلا. نورتنا دكتور. أهلا وسهلا. بالبداية دكتور خلينا نحكي عن موضوع الأنف. نعم. إحنا نعرف صار موضوع الأنف اللي هو أبرز في الوجه الإنسان، خلينا نقول من باب الجمالية. نعم. لكن اليوم الموضوع اللي هو أيضا أهم من الجمالية، خلينا نعرف اليوم وين تقع الجيوب الأنفية، شنو وظيفتها أيضا بهذا الموضوع؟ هي جيوب فراغية. نعم. توجد بالجمجمة. نعم. توجد جبهوية وتوجد أنفية وتوجد أيضا في يعني في الجوانب الأخرى من الجمجمة. نعم. هاي الجيوب الأنفية هواية لها وظائف، أولا الصوت، ثانيا التنفس، وهكذا الجيوب الانفيه. نعم. دكتور شلون الواحد اليوم يصيب بالجيوب الانفيه؟ يعني هل هي مثلا خلينا نقول وراثه؟ هل هي فد اكو مرض مزمن اليوم قديم صار عن طريق مثلا شيء معين؟ نعم. اكو الجيوب الانفيه يعني المزمنه والحاده. نعم. الجيوب الانفيه الحاده. نعم. اللي هي تلتهب بالجيوب الانفيه مثلا النشله، هسه نقول بالوقت الحاضر، هذا نوع من انواع الالتهاب. نعم. نعم. وكذلك الجيوب الأنفية مزمن أكون، فهذا شكل وهذا شكل. هذا الشكل وهذا. نعم. طيب الالتهاب خلينا نجي على. نعم. موضوع الالتهاب هي عدة أنواع. نعم. من أنواع شنو هي ضمنها؟ لا هي الجيوب الأنفية الحاد لازم أكو يعني مايكروب تفصل عن الجيوب الأنفية المزمن. نعم. فلهذا يعني واحد يعني جاوب انتيبايتيك او انتيستامين وهكذا. نعم. دكتور اكو اليوم طريقه للانسان اللي هو يصاب بالتهاب الجيوب. نعم. الانفيه المزمنه. نعم. شنو هي من الطرق اللي لا الانسان التهاب الجيوب الانفيه المزمن غير شكل عن الحاد. نعم. الحاد شكل والمزمن شكل. نعم. الحاد انه التهاب الجيوب الانفيه المزمن هالوقت هذا. نعم. اللي هو التاسع والعاشر والدعش الوقت. نعم. هسه بين حار وبين بارد، فالتهاب الجيوب الأنفية يصير حاد وبارد، يصير بهالشكل هذا. زين دكتور اذا اردت يعني نحكي على موضوع الجيوب الأنفية. نعم. اكو بي عمر محدد مثلا؟ عمر محدد؟ نعم. هو طبعا الحد الادنى يعني بالعمر من 10 الى 14 سنه وهكذا يعني. يعني خلينا نقول ماكو فد عمر متساوي اليوم يتحدد بي. لا ماكو عمر محدد. ماكو عمر محدد. ماكو. طيب اليوم ايضا عندنا اعراض للالتهاب. نعم. الجيوب الأنفية الالتهاب. نعم. ايضا الامراض المزمنه. نعم. اكو اليوم بعض الناس تقول لك انه انا عندي سويت عمليه. نعم. ردت رجعت لي بعد خلينا نقول 3 سنوات. نعم. بعد 4 سنوات ورجعوا مره ثانيه يسوون عمليه. نعم. طيب العمليه اليوم برايك دكتور تفيد؟ نعم. حتى نتخلص من والله هي لازم تفيد. هي لازم تفيد يعني لازم تفيد العمليه اذا كان يعني التشخيص دقيق. نعم. والعمليه تجي مستشفى زين تصير العمليه زياده. نعم. يلا خلينا نفتح الاتصالات، معناتها او اللي حاب يتصل ويشارك اليوم ويانا ونعرف اليوم منو اللي سوى عمليه او منو اللي ناوي يسوي عمليه. نعم. او منو اللي اليوم عنده هذا المرض المزمن بالجيوب الانفيه وشون نقدر نساعدكم اكيد ويا الدكتور، معناتها راح نستقبل الاتصالات. نعم. ارجع وياك يا دكتور. نعم. قلنا انه احنا نسوي عمليه، انا. نعم. من ضمن الناس اللي سويت عمليه جيوب انفيه. نعم. من بعد دكتور 3 سنوات رجعت لي. نعم. رجعت مرة ثانية سويت العملية. نعم. وما أعرف يعني أنا تقريبا العملية سويتها ما صار لي اللي هي عمليتين، عملية الأنف كتجميلية. نعم. وعملية اللي هو اللي أيضا تدري إحنا دكتورين يصير. نعم. دكتور الاختصاص اللي هو التجميل. صح. والدكتور الاختصاص اللي هو. نعم. للجيوب الأنفية. نعم. سويتها. نعم. ما صار تقريبا 4 أشهر. نعم. أنا متأكدة مثل ما أول مرة سويتها أنها هي راح ترجع لي. طيب شلون بهاي الحاله؟ وهي الجيوب الانفيه تعتمد على الجيوب الانفيه الوجهيه او الجبهويه وهكذا تعتمد الجيوب. نعم. الانفيه
اكو هنا وجهيه واكو جبهويه هنا، واكو ايضا جمنفيه بالجمجمه داخل. نعم. فهذا الجمنفيه يعني حسب المريض يعني اذا كان الجمنفيه مزمنه او كان الجمنفيه حاده او كذا، فلازم تعتمد على العمليه. زين اكو اشياء اليوم تزيد يعني خلينا نقول هذا المرض، مثل عوامل مثلا نبعد عن اكلات، نبعد عن برد صيف حر، هاي الامور اللي ممكن تساعد اليوم انها تزيد تهيج الوجع. هي عده عوامل طبعا. اول مثلا انحراف الحاجز الانفي، فرق. نعم. هذا يزيد من احتمال التهاب الجمجمه الانفيه، اللي هي اثر ضربه خلينا نقول. نعم. اثر ضربه او اثر ولاده بالمكان نفسه. نعم. او اثر ولاده. اثر ولاده، نعم، من الولاده تجي شو اسمه يعني بالسحب مال الطفل. نعم. فتجي الجمجمه الانفيه هيك. اها تمام. هاي من ضمن منها. نعم. زين دكتور، اليوم اسباب شائعه لالتهاب الجيوب الانفيه اللي هي خلينا نقول الجيوب المزمنه. نعم. المزمنه انه حاد وما يلتهب. نعم. فلهذا تلتهب الجيوب الانفيه المزمنه. نعم. فحاد وما يلتهب فتلتهب الجيوب الانفيه المزمنه، تصير من حاد الى مزمن. نعم. من حاد الى من حاد الى اذا صارت من حاد الى مزمن، هاي هنا راح تزيد الخطوره. زين اذا زادت الخطوره اليوم للجيوب الانفيه، شنو ممكن اللي هو اللي راح يصير بالضبط؟ هو هم نتعاون يعني بالمضادات الحيويه، مضادات يعني الانتي هيستامين. هاي نعم. يلا ناخذ اتصال من بغداد. ايمان، يسعد صباحك يا ايمان. الو الو، صباح الخير ايمان. أنا صباح النور. هلا، أهلا وسهلا. ممكن أحكي ويا دكتور؟ أي نعم، تفضلي. تفضل. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. أنا إيمان جزنا محافظة بغداد. أهلا وسهلا. دكتور العفو، صار تقريبا من زمان أنا شايلة لعيب لوجتين. زين. وكان عندي جيوب أندية. خلال العملية الدكتور سوى لي تنظيف للجيوب الأندية. شلون؟ من شال البلاعين اللوزتين، سوى لي تنظيف الجيوب الانفيه، يعني هي نفس العمليه. يعني دكتور لما شالت البلاعين ما سوى لها تنظيف جيوب الانفيه؟ إيه؟ نعم. اي نعم. هسه هي شو اسمه؟ زين ايمان، شو السؤال اللي حابه بس يعني حتى نوضح السؤال للدكتور اكثر؟ يعني شنو اللي بلي. نعم. اي هسه دكتور هوايه يصير عندي احتقان بالبلعوم. نعم. وخشمي حتى يأذيني، حتى يطق دم. ليطق دم. يصير عندي احتقان خشمي. نعم. والم حيل يعني طبيعي الم. نعم. ودائما هاي يعني دائما هاي قبل اسبوع يعني حتى سخونه بقت اسبوع ابكي. دكتور تقول انا عندي احتقان يصير. إيه. بالانف. إيه. وايضا انه انفه يصير لي يعني يطق دم. احنا يطق دم. نعم. فشنو الممكن فلازم هذا العلاج؟ نعم، ياخذ اشعه. لازم اشعه. نعم، اشعه الجيوب الانفيه. يلا يعني حتى يعني لازم تشخص حالتها معناته. طبعا لازم. نعم. نعم يا ايمان، اذا تسمعين الدكتور يقول انه لازم اكو اشعه اليوم حتى تروحين لاي مكان خلينا نقول، او تبقين بالكنترول يقدر الدكتور يساعدك حتى تندلين مكانه، فلازم اشعه حتى يقدر يجاوبك على السؤال اللي انت تريديه. شكرا لاتصالك يا ايمان. عندنا اتصال اخر؟ نعم. اوكي دكتور. نعم. يعني خلينا نقول على موضوع حالة إيمان. نعم. زين ليش أنه مثلا خلينا نقول هو احتقان، احنا نعرف الاحتقان اللي هو يصير حتى مرات التنفس لما الواحد ينام اللي هو أسباب الشخير. صح. أيضا عدم التنفس يصير ببطء. نعم. صوت التصفيرة. نعم. الموجودة حتى. إيه. نعم. هو ويحكي الشخص. صح. مو شرط إلا هو. أيه. ينام. صح. أيضا زين السبب إنه هو الخشم يطق دم ليش؟ هو هي الجيوب الأنفية مرتبطة ويا الخشم، يعني هي الجيوب الأنفية كلها ترتبط ويا الخشم، الجيوب الأنفية كلها ترتبط ويا الخشم، فلازم أشعة مثلا للجيوب الأنفية ناخذها أو هكذا. نعم. زين هذه ممكن هنا يصير مرض المزمن إذا مرض مزمن؟ أي ولا لا عادي يصير مرض مزمن؟ نعم. ولا فقط هو التهاب؟ لا لا، يجوز مرض مزمن. نعم. أوكي زين دكتور، اليوم شلون يصير طريقة التشخيص اللي هو للجيوب التهاب الأنفية؟ نعم، أكو طريقة التشخيص العادي اللي. نعم. هو الإكس راي عادي، وطريقة التشخيص المزمن اللي. نعم. هو مثلا يسوي يعني أما يسوي مفراس. نعم. أو يسوي رنين مغناطيسي حتى يسوي التشخيص المزمن. نعم. عندنا اتصال. ايمن، ايمن يسعد صباحك. يا ايمن صباح الخير. تتجه شلونك؟ صباح الانوار، اهلا وسهلا بك، تفضل يا ايمن. صحتك اخبارك؟ زاد فضلك. ممكن افك سؤال للطبيب؟ لا لا تفضل يسمعك. صباح الخير دكتور، شلونك؟ اهلا وسهلا.
دكتور انا عندي فتره صغيره كلش يعني داني بها وشه قليله كلش، فما خليت الاطباء اللي يمنا مع احتراماتي لهم انت ما ادري شخص صح، يعني انا ما عندي مشكله بداني سمعي كلش تمام، بالنسبه لنومي كلش تمام، بس بيها وشه قليله كلش وشوكت يعني لما يصير الجو هادئ. سويت تخطيط مع العصاب على اساس انه واحد قال العصاب عندك ضاره والثاني قال لا، ما زعجتني لا سويت لي قد اشكال لا يعني وظفت اكثر من مره بس وش يعني، حتى بصراحه يعني بدي تطلع خارج العراق من وراء هاي الشغله البسيطه اللي تخاف تتفاقم يعني ممكن حل بلا زحمه دكتور. نعم دكتور سمعت سؤال ايمن طبعا ويانا هو هسه على الاتصال، يقول انه اكو وشه باذنه وراح سوى تشخيصات من كل الدكاتره، بطل اليوم عنده ثقه باي دكتور لانه ما يلقي نتيجه حل لهذا الموضوع، فشنو برايك انت دكتور؟ والله هاي راد اولا تحت السبع، نعم، ثانيا ضغط الاذن الوسطى، نعم هاي لازم نجريها يلا. هو يقول لك انا سماعي زين، انا بوقت ما يكون الموضوع يعني جو نعم. هادئ اسمع الوشه، نعم فلازم سوي تحت السبع وضغط الاذن الوسطى، تخطيط سمع وشنو؟ ضغط الاذن الوسطى وضغط الاذن الوسطى، يعني تخطيط سمع وضغط الاذن الوسطى. يا ايمن مثل ما ذكر الدكتور شكرا لاتصالك، اذا تسمعنا مره ثانيه عندنا اتصال اخر. نعم طيب دكتور تشمل علاجات الالتهاب الجيوب من الانفيه اليوم المضادات الحيويه نعم. العلاجات اللي دائما يستخدموها ايضا نعم. اللي هو العلاجات المناعيه الجراحيه ايضا، خلينا نحكي اليوم ايش وقت المريض يلجأ أنه يستخدم وقت العلاج؟ إذا كان المريض عنده مثلا صداع مزمن من الصبح لليل مثلا أو فترة الصبح إلى الظهر أو فترة من الظهر إلى الليل، هذا لازم يلجأ للطبيب. نعم أو سداد بخشمة فعلى طول يفرز سداد بخشمة نعم. فهذا لازم يلجأ للطبيب. نعم يلا ناخذ من الصويرة أم أكرم. يسعد صباحك أم أكرم. صباح الخير. صباح الأنوار شلونك؟ الله يسلمك شلونكم؟ احنا تمام. يلا يا أم أكرم إذا حابه تسألين سؤال بخصوص الجيوب الأنفية أو أنت تعانين من عندها لا سامح الله. أي والله أنا أعاني من عندها هواية. نعم صار لها شقد عندك تقريبا إنه يا أم أكرم حسيتي بهذا الموضوع بعد ما شخصتي حالتك؟ أعاني من ولادة بنتي الصغيرة. نعم. أي صار يعني كم يعني سنتين تقريبا او اكثر. نعم. فيعني ما اعرف شو اسوي لها، دائما تخنقني ودائما يعني حتى ما انام الليل ولا اقدر يعني اتنفس، حتى يعني صوتي يتغير. مكرم انت زرتي طبيب رحتي دكتور قال لك انه انت شنو حل يعني حالتك كانت شنو مثلا جيوب انفيه مرض شنو اللي قال لك بالضبط؟ دكتور قال لي اي نعم في يعني يسوونها سحب او عمليه ما اعرف شنو. عملية. زين ليش ما سويتي عملية؟ والله ما دا أسويها أخاف من عدها. أتخاف. زين دكتور خلينا نقول إذا هي تخاف من موضوع العملية أكل يوم علاج بديل للعملية بدل العملية؟ نعم يعني يوجد علاج بديل للجيوب اللي فيها مزمن. شنو هو العلاج؟ اللي هو قلت مضادات حيوية. مضادات حيوية. نعم نعطي مثلا فشل للوجع من الراس مسكن هذا المؤقت خلينا نقول مؤقتا. زين دكتور مضادات الحيويه مو امرات هي تزيد تهيجات اللي هو خلينا نقول فتره مؤقته من بعدها احتقانات تصير؟ لا لا مو اذا اذا صار جيوب انفيه مزمن لازم نعطي مضادات حيويه على الجيوب الانفيه المزمن. نعم شكرا لاتصالك. عندنا اتصال اخر. نعم يلا خلينا نكمل. اكو هناك من يصف علاجات المنزليه نعم. اللي هو الالتهاب الجيوب الانفيه خلينا نقول نعم. في البعض دكتور اريد اعرف اكو ناس تقول لك اني مع هذا الشيء واكو ناس تقول لك اني ضد من هاي العلاجات، انت شخصيا مع هذا العلاجات ام ضد؟ لازم يراجع طبيب. لازم تشخيص لازم تشخيص، لازم يجي فحوصات على المريض، لازم يجي فحوصات مال الجيوب الانفيه وهكذا لازم. نعم يعني لازم. زين بعد من العلاج خلينا نقول بعد ما واحد اليوم اخذ علاج نعم. مسكنات يرجع الالتهاب، هاي الحاله هم يرجع يكرر العمليه؟ مو هي اذا التهاب جيوب انفيه مزمن هذا غير شكل عن الالحاد. اها اي فاذا التهاب جيوب انفيه مزمن لازم يرجع ياخذ مرت اللخ يعني يراجع الطبيب وياخذ له اشعه نعم مرت اللخ وهكذا. احنا بدنا نشوف طبعا بالفتره الاخيره هواي من الناس يقول لك انه انا اذا بدي اسوي عمليه سواء كانت جيوب انفيه او اي عمليه اخرى يلجؤون اليوم الى خارج العراق في سبيل اجراء عمليه سواء كانت عمليه الجراحيه اي عمليه خلينا نقول بدون ذكر
شيء معين. انا اليوم حابه اعرف يا دكتور، حتى واحد هسه من المتصلين اللي ذكر اتوقع يمكن اسمه ايمن قال انا بطل عندي ثقه بالدكاتره اللي بالعراق، ما قاعد يقدرون يحلون شخصيتنا. طيب انا لما اجي اسافر برا، احنا نص المستشفيات نلاقيهم هم اصلهم عراقي، ليش هنا احنا يعني ديعانون من هذا الموضوع والله والناس ده تسافر برا؟ نعم، هو جمل فيها مزمن، يعني هي عمليه بسيطه، اما يعني تداخل جراحي او تداخل يعني تداخل يعني مضادات حيويه هاي. نعم اما الناس ياخذون برا هاي بحث اخر. هاي يعني ما تشوف انه اليوم اكو تقصير ابدا من الدكاتره من الجهات المعنيه بهذا الموضوع؟ ابدا. دعم اليوم تشوفون اكو اليوم دعم حكومي للمستشفيات الحكوميه؟ اكو دعم حكومي للمستشفيات الحكوميه واكو اكو مستشفيات اهليه. احنا خلينا نحكي يا دكتور بكل صراحه وبكل شفافيه. انا اليوم اذا اجي للمستشفى وادخل المستشفى يمكن نلقي خلينا نقول اهمال الناس هاي، يعني المشاهدين والناس تشكي من هذا الموضوع. تشكي نعم من هذا الموضوع، بس هي لازم لسته حتى تجري العمليه. اها تمام. زين انا اريد من عندك نصائح اليوم طبيه تقدمها للمشاهدين. النصائح والله هي بس هسه الجو بين بارد وبين حار. نعم. فلازم يعني الجو يتحسن من بارد الى حار، انه مثلا يعني يحصن خشمه مثلا او يحط وصل على خشمه من يطلع من بارد الى حار. نعم. شكرا لك، نورتنا، شكرا على كل هاي المعلومات يا دكتور. نعم مشاهدينا، مثل ما كان حوار صباح لهذا اليوم انتهى. نقول دائما صحه وعافيه لكل المتابعين، ان شاء الله يا ربي نكون بعيدين عن هاي الامراض المزمنه، بعيدين عن كل الامراض، خلينا نقول الحنجره وهاي الامور. لكن خلينا ناخذ فاصل ونرجع نكمل فقراتنا لهذا اليوم.